ليش اللي بيه شرف مثل البشير يموت؟ ليش اللي بيه شرف مثل البشير يموت؟ صوت من البت ما ظل بعد بي صوت. ليش اللي بيه شرف مثل البشير يموت؟ صوت من البتي ما ظل بعد بي صوت. يومية عزيز، يومية عزيز شيعة بالتابوت. أدور وسط أهلك صار مدة عليك. إش ما أحسب الشارع بي شخص مفقود. قلت لهم بشير اليوم ما شفناه، قالوا ذابهن يمكن هدومه السود. قالوا لابس أبيض بالقبر عفناه. قلت لهم بخودي يريد يم مجنود. هذا الإنسان بطل، أنا ما عندي علاقة به شخصية، وجاي أقرأ له لأن هو رجل الإنسانية فعلا. والله هذا رمز من رموز العراق، يعني أنا بالناصرية قاعد ووصلني إنسانيته، وصلتني مواقفه، وكتبت عنهم، وأتمنى أن أنا كنت ألتقي بهاي الشخصية، وإن شاء الله البقاء بحياتكم، وأنتم إن شاء الله امتداد لهذا الرجل العظيم. والله يرحم إن شاء الله البشير. الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بخصوص زيارتنا من الناصرية الرجل الإنسانية بشير كوريا. هذا الرجل هو رمز السلام ورمز المحبة لكل إنسان شريف. فاليوم قررنا ضمن جولتنا نزور هذا الرجل، داعم الفقراء وداعم الأيتام. وسابقا أنا كتبت عن هذا الرجل العظيم، أقول ليش اللي بيه شرف مثل البشير يموت؟ صوت من البتي ما ظل بعد بيه صوت. يومية عزيز شيعة بالتابوت. أدور وسط بيتك صار مدة عليك. إش ما أحسب الشارع بيه شخص مفقود. قلت لهم بشير اليوم ما شفناه، قالوا ذابهن يمكن هدومه السود. قالوا لابس ابيض بالقبر عفناه. قلت لهم بخودي يريد يم مجنود. الله يرحم البشير، وان شاء الله بجهود اهله واخوانه راح تستمر قضيه البشير واهداف البشير على الفقراء. وسائلين المولى عز وجل اني رحمه ويسكن فسيح جناته. السلام عليكم ورحمه الله.